السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ أهلا بكم في قناتكم المفضلة على اليوتيوب، موست وانتد لوفتد شانل، معاكم محمد عاصم. إن شاء الله معانا النهاردة أول نقطة في نقاط تدريب أو خطوات تدريب الحمام الصغير أو الشبابات، اللي هي الدفعة اللي إحنا مثلا مربينها زي ما إحنا قلنا. بس إحنا هنتكلم النهاردة في حالة إن مفيش عند حضرتك إلا دفعة الشبابات دي، يعني ما فيش عندك طيور بيتا من السنه اللي فاتت، تمام؟ اول نقطه هنتطرق اليها ان شاء الله، ان قبل ما تفكر ان انت تاخد قرار ان انت تبدا في عمليه تدريب الطيور، اول نقطه واهم نقطه لابد من التاكد ان كل الطيور عندك الشبابات دي العين بتاعتها خدت لون، يعني سواء اصفر برتقالي احمر ايا كان اللون، المهم تتاكد ان العيون بتاعت الطيور كلها خلاص اخدت اللون، والعين او اللون الاسود اللي هو بتاع الخاص بمرحلة الزغليل او الفطام ده خلاص راح، العين بدأت تاخد اللون الاساسي بتاعها اللي ان شاء الله هيفضل معاها طول العمر، تمام؟ دي اول نقطة قبل ما نفكر في اتخاذ قرار التدريب. النقطة اللي بعد كده، بمجرد ما انت حضرتك تشوف ان الطيور بتاعتك بدأت تطير مدة لا تقل عن 40 دقيقة او 45 دقيقة يزيد لا يقل، يعني ممكن تطلع الى الساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، حسب قوة وصحة الطيور عند حضرتك، تمام؟ بمجرد ما تلاقي الطيور بتاعتك بدأت تختفي عن عينيك لفترة تتراوح من 20 دقيقة الى 30 دقيقة الى 40 دقيقة كمان، مفيش اي مشاكل، وبتيجي مفيش اي مشاكل عندها لما بتيجي تحط عندك، مفيش نهجان او الطيور واقفة منهكة من الطيران، مفيش اي مشاكل عندها خالص، بكده هما بيدوا لك الضوء الاخضر ان حضرتك ايه تبدا تاخد قرار ان انت تدخل في عمليه ايه التدريب. لكن في اتخاذ مهم او قرار مهم جدا لازم نتخذه قبل القيام بعمليه التدريب، وهي تهيئه الطيور للوضع داخل الاقفاص، او انها تحبس، او ان احنا نحطها ونقوم بجمع الطيور يعني، ونخليها ايه داخل الاقفاص وبكل هدوء، وانها تبقى ايه يعني يبقى عندها نوع من الاستقرار، ما يبقاش فيه نوع من الفوضى. بمجرد ما تحط الطيور في القفص تلاقيها يعني ما فيش استقرار عندها، الطيور خايفة، ده طبعا ممكن يؤدي الى كسور يا اما في الاقدام او في الاجنحة او كسور في الريش، سواء ريش الجناح او ريش الديل. طبعا احنا سلاحنا الاول والاخير بالنسبة للطير الريش، فيهمنا جدا ان احنا نحافظ على الريش جدا، تمام؟ فهيبقى في اجراءات كده او طريقتين هنتمكن ان شاء الله بعد ما نقوم بيهم، ان الطيور خلاص بدأت تاخد الامان وانها تبقى مستقرة ويعني تتصف بالهدوء داخل الايه الاقفاص. اول نقطة، حضرتك بتيجي خلاص، انت خلاص قررت ان انت خلاص هتدرب اهو، بتيجي بالليل حضرتك وبتجيب القفص بتاعك، طبعا بيكون الجو خلاص الليل دخل وخلاص الظلام ايه حل خلاص، بتمسك الطيور بهدوء جدا وبتخليها ايه بتلم الطيور، كل الطيور اللي عندك اللي هتدخل التدريب بتدخلها في القفص وتبات فيه، وتاني يوم الصبح بتطلقها من قدام اللوفت. العملية دي تكررها من 3 إلى 4 مرات، مفيش مشكلة خالص. هتعرف امتى ان الطيور خلاص بدأت تتعود او حفظت انت عايز منها ايه، بمجرد لما تيجي تحط القفص قدام اللوفت، تيجي تفتح القفص او الباب بتاع القفص، بتلاقي الطيور كلها طلعت اوتوماتيك، مفيش طير لسه جوه محتاج ان انت ايه تخبط على القفص عشان يطلع، كده تعرف ان الطيور خلاص حفظت الايه اللي انت عايزه منها او اللي انت محتاجه انها تعمله، تمام؟ الطريقة التانية هي بتكون يعني فيها نوع من الاحترافية شوية. انا هخلي حضرتك تعود الطيور بتاعتك انها تحبس في القفص بدون ما انت تمسكها او تجري وراها في اللوفت او تسبب لها اي نوع من القلق والايه والازعاج، لان النقطة دي طبعا بيبقى لها مردود سلبي جدا في يوم السبق لما الطيور بترجع باذن الله من الرمي او التدريب، بيكون عندها خوف ومش ناسية اللي حضرتك كنت بتعمله فيها قبل ما تحطها في القفص، ان انت تجري وراها وبتمسكها وكده. فالطريقة بتاعتنا هتبقى ازاي؟ حضرتك هتيجي خلاص، انت هتيجي مثلا النهاردة هتعمل مثلا الموضوع ده، هتيجي الصبح مثلا وليكن كنت بتحط الكل طير المعلقة اللي احنا متفقين عليها، هتحاول تقلل كمية الكلفة دي بحيث ان انت يعني خليها مثلا نص معلقة، تمام؟ احنا هندي لهم الاكل اخر النهار مفيش مشكلة ما تقلقش، هتدي لهم النص معلقة الصبح بحيث ان انت لما يجي المغرب او العصر
عشان نعمل ايه الموضوع اللي احنا بنقول عليه ده. هتعمل ايه؟ هتدي طبعا زي ما قلت لك النص معلقه الصبح، وهتدي المعلقه العصر، لكن الاكل يفضل ان انت هتقدمه في طبق، تمام، بس بحيث ان الطبق ده يدخل من الباب الجانبي بتاع القفص، يعني الطبق ممكن يدخل ويخرج من القفص بتاع التدريب ده، مفيش مشكله خالص، تمام. فانت هتيجي العصر هتديهم اشاره الاكل بحيث ان هم ينزلوا، وتحط القفص في وسط اللوفت عندك بحيث ان هم برضو يقفوا على القفص ويتعودوا على اللون بتاعه، ما يبقاش عندهم خوف ولا قلق ولا رهبه من القفص وشكله او اللون بتاعه، طبعا لان اول مره يشوفوا اللون، تمام، ايا كان اللون طبعا. فانت هتيجي خلاص اديت لهم اشاره الاكل، هتبدا تقدم الاكل ايه الدفعات صغيره على ايدك كده، بعدين هتقدم الكلفه بتاعتهم في الطبق البلاستيك اللي قلت لحضرتك عليه اللي ممكن يدخل جوه القفص ده، تمام. اول يوم هتحط لهم الطبق والكلفه فيه جنب باب القفص، تمام، هينزلوا هياكلوا مفيش مشكله. تاني يوم هتخلي نص الطبق ده جوه القفص والنص التاني بره القفص، هياكلوا طبعا الجزء اللي بتاع الكلفه اللي بره القفص، الجزء اللي جوه القفص هيضطروا يدخلوا له لان هم جعانين، لان احنا طبعا الصبح مقدم لهم نص معلقه، فطبعا في نوع من الايه او نسبه جوع عند الطيور، تمام. فالطيور هتضطر انها تدخل نص الطبق اللي جوه القفص سعيا انها تحصل على ايه الكلفه بتاعتها، تمام. كده تمام، خلاص بداوا ايه يتعودوا على القفص ان هم يدخلوا مفيش اي مشكله ويخرجوا منه عادي. تالت يوم هتدخل الطبق كله داخل القفص، بس قبل ما تدخل القفص يا ريت تديهم اشاره الكلفه والطيور تنزل على الارض جنب الكلفه وتشوف حضرتك وانت بتدخل الطبق، يعني الطيور اتاكد ان هم شايفين حضرتك وانت بتدخل الطبق داخل القفص، بحيث ان هم بس في الحاله دي او في الوقت ده هتعمل ايه، القفص لو له باب علوي هتفتحه هو كمان، والباب الجانبي اللي هم كانوا دخلوا فيه قبل كده هتفتحه هو كمان، وتدخل الطبق وتتاكد جد كويس جدا ان هم شافوك قبل ايه ما تدخل الطبق جوه القفص، تمام. هتيجي تبص بطريقه تلقائيه بتلاقي الطيور دخلت طبعا بحافز او بدافع الجوع ان هم عايزين يدخلوا عشان ياكلوا الكلفه بتاعتهم، تمام. رابع يوم هتكرر نفس الموضوع، تمام، بس اليوم ده خلاص بقى لو حضرتك ناوي مثلا تطيرهم بكره او تدرب بكره، بتدخل الطبق زي ما قلنا والطيور هتدخل ورا الاكل، تمام. هتقوم انت حضرتك بكل هدوء خالص، ما تجريش بقى كأن انت مثلا لقيت حاجه كانت ضايعه منك، انت هتقوم بهدوء خالص هتقفل الابواب بتاعت القفص، بمجرد ما خلاص القفص اكتفى بالكميه الطيور اللي فيه من 18 طير الى يعني بحد اقصى 25 طير، ما تزيدش عن كده، وخد في بالك او حط في الاعتبار ان عدد الطيور داخل الاقفاص فيما بعد لما ربنا يكرمك وتدخل السبق كل ما المسافة بعدت حاول تقلل الكمية شوية عن ال 25، تمام؟ كده خلاص بتقوم شايل خلاص بعد ما خلاص قفلت على طيورك داخل القفص، كده الطيور دخلت من غير ما احنا نزعجها ولا نجري وراها ولا نمسكها ولا مثلا تتعرض ان ممكن الريش بتاعها يتكسر او حاجة من هذا القبيل، تمام؟ هتشيل القفص ده، لو لسه في كمية تانية هتكرر نفس الموضوع، هتدخل القفص الجديد برضه بكل هدوء وتكرر نفس الموضوع بالطبق وتدخل الطبق جوه القفص وتتاكد ان هم شافوا حضرتك وانت بتدخل الكلفه داخل القفص. طبعا هم خلاص اتعودوا في الثلاث اربع ايام الاولانيين اللي احنا اتعاملنا معاهم فيها بنفس الطريقه، هيدخلوا ورا الكلفه تاني ويكرروا نفس الموضوع، حضرتك هتقفل القفص برضو بكل هدوء وتشيل القفص بكل هدوء وتبيت الطيور، وان شاء الله تاني يوم تتوكل على الله وتروح الحصه التدريبيه بتاعتك ان شاء الله بسلام، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع يا رب. وبكده ان شاء الله تكون انتهت حلقة النهاردة عشان ما اطولش عليكم، وخلاص كده الطيور بتاعتنا خلاص تخطينا مرحلة ان هم خايفين من القفص وازلنا الرهبة والخوف من موضوع الوضع في القفص ده، وبكده الطيور بتاعتنا جاهزة ان شاء الله لتخوض ايه مرحلة التدريبات ومنها الى السباقات باذن الله، وان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية باذن الله، وان شاء الله هنتكلم عن خطوات التدريب الصحيحة وكيفية التدريب في عدد الكيلو مترات اللي احنا بنرمي فيهم الحمام وكيفية التعامل من كلفة ومكملات باذن الله. هذا والله الموفق والمستعان، ودمتم في رعاية الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اخوكم في الله محمد عاصي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.